السلام عليكم ورحمة الله. يرجى الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليصلك الجديد وشاهدي الفيديو للنهاية لتفهم المحتوى. تم اليوم السبت تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع أجمال الإصابات إلى 135607 حالات موزعة عبر 48 ولاية، حسب ما كشفه عضو رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فرار. كما تم تسجيل 243 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي عدد متعافين من فيروس كورونا إلى 94136 حالة شفاء. في المقابل تم تسجيل 9 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3624 وفاة رحمهم الله جميعا. وسنوافيكم بالجديد في فيديوهات قادمة.